هذا وأعرب سفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون عن قلقه من التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا في الجنوب. وقال السفير آرون في تدوينة على تويتر إن هذا التصعيد يخالف اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية، ودعا الانتقالي إلى إنهاء الإجراءات الاستفزازية، وشدد على العودة فورا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض. وسبق ذلك أن أعرب السفير الفرنسي لدى اليمن عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وشدد على وجوب وقف التصعيد في القرارات الاستفزازية والخطابات من كل الأطراف. وقال جان ماري في تصريحات صحفية: يجب التطبيق الكامل والشامل لاتفاق الرياض لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن العاصمة المؤقتة بأسرع وقت ممكن لكي تخدم الشعب اليمني. وبالعودة للحديث عن التصريحات الدبلوماسية الخارجية بما يخص الميليشيا الانتقالي وتحركاتها في المناطق الجنوبية، يعود معنا الصحفي أحمد ماهر. أهلا وسهلا بك سيد ماهر. بداية، هل من علاقة يعني بين التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الانتقالي في المحافظات الجنوبية وما يثار من أخبار عن يعني خلاف غير معلن بين أبو ظبي والرياض؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كافة المشاهدين الكرام. ثانيا، بالنسبة للمظاهرات والفوضى التي تحدث في المحافظات الجنوبية المحررة، فهي تريد من خلالها إيصال أن الوضع غير مستقر في المحافظات، ولا يمكن للحكومة الشرعية أو لرئاسة الجمهورية أن تعود للمحافظات المحررة، فيستمر الفوضى في عدن وفي المناطق الجنوبية حتى لا يكون هناك أي أمل لعودة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية، وحتى يستطيع المجلس الانتقالي والجهات الممولة له ممثلة بالإمارات العربية أن تستمر في إيصال نفوذها في المحافظات المحررة والسيطرة على ما تبقى منها، وذلك مخطط مدروس من أجل عدم عودة مؤسسة الدولة، عدم عودة الحكومة الشرعية، عدم عودة أجهزة الدولة المحافظات المحررة لاستقرار الوضع الأمني والسياسي والعسكري حتى يستطيع الجهات الحكومية التفرغ للجبهات والمشاكل الاقتصادية التي نعاني منها من المحافظات المحررة ومن أيضا المحافظات القريبة من ميليشيات الحوثي الإيرانية. وبالنسبة للاختلاف السياسي الموجود أو الصراع التجاري الذي بين السعودية والإمارات الذي أصبح واضح وعلني، هو سوف يؤثر سلبيا على المناطق التي خاضعة لسيطرة الإمارات جنوبا والمناطق الخاضعة لسيطرة السعودية شرقا من المحافظات المحررة، وقد ينعكس سلبيا على الوضع السياسي في اليمن، ولكن نتمنى أن يكون هذا الخلاف على أثر إيجابي حتى تستطيع المملكة العربية السعودية إنهاء الفوضى في المحافظات المحررة التي تفتعلها الإمارات عبر أدواتها الأمنية. المشاهدين الكرام، ثانيا، بالنسبة للمظاهرات والفوضى التي تحدث في المحافظات الجنوبية المحررة، فهي تريد من خلالها إيصال أن الوضع غير مستقر في المحافظات، ولا يمكن للحكومة الشرعية أو لرئاسة الجمهورية أن تعود للمحافظات المحررة، فيستمر الفوضى في عدن وفي المناطق الجنوبية حتى لا يكون هناك أي أمل لعودة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية، وحتى يستطيع المجلس الانتقالي والجهات الممولة له ممثلة بالإمارات العربية أن تستمر في إيصال نفوذها في المحافظات المحررة والسيطرة على ما تبقى. ووضحت الصورة هنا سيد ماهر. يعني بسؤال أخير، يعني هنالك تضارب في بعض التصريحات ل يعني قيادات وناشطي الانتقالي، يعني بعضهم حول معارك البيضاء، يعني تصريحاته وصلت إلى التقرب من الحوثي والامتعاض من الدور السعودي، وبالمقابل الانتقالي صرح بأنه مستعد يعني لتنفيذ ويؤكد التزامه بتطبيق اتفاق الرياض. يعني كيف تفسر هذا التضارب في التصريحات؟ السياسي الموجود أو الصراع التجاري الذي بين السعودية والإمارات الذي أصبح واضح وعلني، هو سوف يؤثر سلبيا على المناطق التي خاضعة لسيطرة الإمارات في جنوبا والمناطق الخاضعة لسيطرة السعودية شرقا من المحافظات المحررة، وقد ينعكس سلبيا على الوضع السياسي في اليمن، ولكن نتمنى أن يكون هذا الخلاف على أثر إيجابي
حتى تستطيع المملكة العربية السعودية إنهاء الفوضى في المحافظات المحررة التي تفتعلها الإمارات عبر أدواتها. اللفت المشاهدين الكرام. شكرا. ثانيا بالنسبة للمظاهرات والفوضى التي تحدث في المحافظات الجنوبية المحررة، فهي تريد من خلالها إيصال أن الوضع غير مستقر في المحافظات. وضحت الصورة إذن. نعم، شكرا لك الصحفي أحمد ماهر.